المحشش جالس مع زوجته، نظر إليها وقال لها: أريد أن أضع قدمي على وجهك. قالت: لماذا؟ لم أفعل لك شيء. قال لها: لكي أكون أول عربي يضع قدمه على القمر. تبا للرومانسية العربية. جدول النساء الأسبوعي: يوم السبت رايحة على السوق، يوم الأحد بتروح ترجع اللي شرته، يوم الاثنين بتكون صايمة، يوم الثلاث بتروح تشرب قهوة عند جارتها وبضلهم يحكوا على الناس، يوم الأربع بتروح عند أهلها وبتضلها تحكي على أهل جوزها، يوم الخميس بتعمل حلويات وبتبعت لأهل جوزها على أساس إنها بتحبهم، يوم الجمعة بتقرأ صورة الكهف علشان تضيع ذنوبها. رن تلفون الأب وهو في الحمام والأم بتصلي، ابنهم مسك التلفون وقام ينادي أبوه: بابا بابا الملكة وردة تتصل بك. الأم قطعت صلاتها بسرعة وسلمت. الأب طلع بسرعة من الحمام ووقع على ركبته ومسك التلفون وقال لابنه: من وين جايب الملكة وردة يا ثور؟ مكتوب مكالمة واردة، الله لا يوفقك أنت واللي درسك. ورجع أبوه على الحمام وهو بعرج، والأم رجعت تعيد صلاتها. الأستاذ: ما معنى اجلس باللغة الإنجليزية؟ التلميذ: sit. الأستاذ: ضعها في جملة مفيدة. التلميذ: ست الحبايب يا حبيبة. ثلاثة مجانين خططوا يهربوا من المستشفى، قالوا: نقتل الحارس ونهرب. المهم الجماعة نزلوا ما لقوا الحارس، قال واحد منهم: ارجعوا يا شباب فجلت القطة. واحد قال لأمه: ادعي لي. قالت له: روح يا ولدي، الله يعطيك بيت بدون أجار وأكل بدون ما تشتريه. بعد الدعوة لقى نفسه في السجن، دعواته مستجابة لحد. حبيبي بدي أقص شعري، شو رأيك؟ قصي بس حرام، شعري تعب حتى صار طويل. خليه، بس صحباتي حكولي الشعر القصير أحلى عليك. قصي بس القصير ما بيليق علي كل التسريحات. خليه، بس أنا أحب أشوف شعري قصير. قصي الله يقص راسك وراس اللي يتشاور معك. سألوا القاضي: ليش قتلتهم؟ قال له: طول عمري شاكك انه بينهم علاقة، بس امبارح تأكدت. واحد قال لزوجته: شو هادي اللي عمليته بوجهك؟ قالت له: مسحته بعسل وزبادي وبيض وخميرة. قالها: طب شو هاد اللي مقطع عيونك؟ قالت له: شرائح الخيار بالزيت. قالها: كل هاد على وجهك ومعشيت نفول. القاضي بيسأل المرأة: شو سرقتي؟ حكت له: علبة قطع أناناس. القاضي بيسألها: كم حبة فيها؟ حكت له المرأة: 6 حبات. فحكم القاضي عليها بالسجن 6 أيام. مط زوجها وقال: وسرقت كيس عدس كمان.